وقعت قطر وألمانيا الثلاثاء على اتفاق لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال يمتد لـ15 عاما على الأقل انطلاقا من العام 2026. وذكر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الصفقة المبرمة بين قطر للطاقة وكونوكو فيليبس ستوفر لألمانيا 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، تصل من رأس الفان في قطر إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في برونسبوتل شمال ألمانيا. احنا بالنسبة لنا نفصل العمل عن التصرفات الشخصية اللي هي تكون من بعض المسؤولين أو من الحكومات. احنا نتعامل كعمل وكبزنس من شركة لشركة، والآن الشركتان اللي عاملة العقد هذه شركة قطرية وأمريكية تبيع في ألمانيا، فإحنا نفصل السياسة من عمل